ودائما من خلال صباح السبت نحتفي بموروثنا الثقافي في جوانب مختلفة، وهذه المساحة للحديث عن الآثار وعن التاريخ وعن جغرافيا المكان في السودان. وتحدث اليوم بشكل خاص عن الجبال في السودان والأحجار الكريمة، وأمامنا بحث عن الجبال في السودان وعن التاريخ والحضارة الممتدة وارتباطها بالجبال. سعداء أن يكون معنا الأستاذ الباحث جمال أحمد محمد صاحب هذا البحث والباحث في الآثار والتراث السوداني. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا، السلام عليكم. مرحبا. وخلينا بداية نتحدث عن لماذا الجبال، يعني اختيارك للبحث في الجبال. والله الجبال قديما ودينيا ذكرت في القرآن، وانظر إلى الجبال كيف ثبتت، وجعلنا الجبال أوتادا. فالجبال في أسرار الأرض، كل أسرار باطن الأرض بتظهر في الجبال. يعني إذا تخيلنا أن الأرض كانت مسطحة وخرج جبل، الجبل ده بارتفاعه إذا كبسناه إلى تحت معناها كل شيء موجود في باطن الأرض موجود في تجويف هذا الجبل. فكل شعوب الدنيا قاعد تاخذ آثارها وتاخذ معادنها وتاخذ ثرواتها من الجبال. صح، وده يمكن يقودنا مباشرة للحديث عن التكوين، يعني في الحديث عن تكوين الجبال في امتداد التاريخي والحضاري في السودان. التكوين الجبلي في السودان كما هو معروف علميا يعني يا جبال التوائية يا جبال بركانية أو جبال ذات صخور متحولة أو امتدادات القشرة الأرضية اللي هي بتظهر فجأة للناس وتظهر ثروات باطن الأرض إلى ظاهر الأرض. سواء كانت هذه الثروات ثروات حجرية أو ثروات معدنية أو معادن أو حجارة كريمة أو جواهر على مدى العالم، يعني كل الثروات القوية والمرتبطة بتكوينات الأرض والمرتبطة بتكوينات القديمة سواء كانت تكوينات عضوية أو تحويلية كلها ظهرت في مناطق جبلية. صح، وحتى على امتداد الحضارة السودانية منذ كوش بنشاهد أنه مجموعة من المدافن، مجموعة من المغتنيات حتى للملكات ولغيرها هي موجودة في الجبال بشكل خاص. فاختيار الجبال، الحضارة النوبية من أقصى الشمال إلى أقصى قرب الخرطوم، الاهرامات الموجوده السودانيه، يعني المشاهد اول ما يلاحظ انها كلها مبنيه بالحجاره الجبليه ومقطوعه قطع دقيق جدا زوايا قائمه التي بنيت بها الاهرامات. الاهرام بشكل هرمي زي ما هو معروف بدون سقف مبني بحجاره لها الاف السنين. وفي معلومات كثيره حتى الشعب السوداني ما عنده اهتمام كثير بالجبال، لانه عندنا موروث كده حاجه صح حيتصد، بيخاف الجبال مسكونه والجبال فيها، يعني حضارتي بالجبال ما قويه. يعني احنا بنعتبر اهل السفح واهل الجبل، يعني الناس يصنفوا الناس من قديم الزمان اهل السفح واهل الجبل. يعني المواطنين بيقول لك مثلا اهل الفلاحه، اهل الملاحه، يليهم اهل الفلاحه، يليهم سكان الجبال، واخيرا سكان الصحاري. فالملاحظ انه يعني اجدادنا الاولين اشتغلوا في الجبال شغل نحن ما عندنا به علاقه نهائيا اللي هو الاهرامات. يعني اتمنى انه الدارسين في التاريخ او في الاثار او في الجيولوجيا يمشوا يتاملوا الحجاره دي. احنا بننظر نظره جوفاه كده عمياء بنشوف من برا ونجي، لكن ما وقفوا شافوا الحجاره. قدماء المصريين كانوا بيشيلوا الحجاره بيقطعوها من السودان ويودوها لبناء الاهرامات في مصر. الكلام ده موجود حتى للدارسين التاريخ، موجود في كتاب السودان عبر قرون مكشبيكا، وموجود في حتات اخرى. يعني المعادن الذهب المصريين ما كانوا الفراعنه ما كانوا بيعرفوا الذهب. السودانيين كانوا عارفوا اكتشاف الذهب وتصنيع الذهب. وحتى الاهرامات كانوا بيعملوا لوحات كبيره جدا في امام في قمه الهرم يكتبوا انه هذا مثلا قبر الملك فلان ابن فلان وابنه فلان، واللوحه دي كانت بتكون بارقه من بعيد مسافات بعيده. للاسف يعني هو اللصوص يقلعوا هذه الذهب وشالوه على التاريخ سرقات شديده ولاثارنا ولحياتنا، حاجه ما لها علاقه بالحاضر. يعني في انا ذكر قريت كتاب بيتكلم عن الاثار السودانيه، جو كتبته البعثه الفرنسيه الملكيه والبعثه البريطانيه الجغرافيه والبعثه الملكيه. لما جو يفتحوا كل يضربوا سنه 1907 لما جو مارين بالشماليه شافوا الاهرامات واقفه، الاهرامات هي طبعا معابد وقبور. لما جه شافوا بيوت الاهالي ضئيله وسط الاهرامات دي قالوا ليس للخلف علاقه بالسلف، وكانما سم عظيم سمى هذه البلاد في عزله، يعني الناس اللي قاعدين الليل ديل ما لهم علاقه بالاجدادهم. وقال يتكلم عن بيوتهم، قال بيوتهم بيوت الناس الان قال عباره كانها اغنام تسرح وسطها جمال. يعني صحيح. بيوت بسيطه وسطها الاهرامات عباره عن جمال وسط هذه صحيح. ويمكن ده يعني جانب لحديث عن انه هو نحن دائما مبتين عن التاريخ. عندما نتحدث عن الحضاره وغيرها البعض قد يروها هي جبال واحجار وغيرها،
فنحن بنتكلم عن الحضارة في امتدادة للواقع وكيف يمكن أن يصنع منها الواقع وتستمر فعلا تكون مستمرة لأجيال قادمة. الأحجار نفسها مكوناتها استخدامها يعني خلينا برضو نتكلم عنها. طبعا هنا نمشي بسرعة نقول إنه دول كثيرة يعني مثلا جنوب أفريقيا لما بدوا الإنجليز والبلجيكي يفتشوا عن الألماز كان هدفهم الألماز دي. بعد شوية لما دخلوا باطن الأرض ما لقوا الألماز لكن لقوا الفحم الحجري. ما لقوا الفحم الحجري لقوا خام الحديد. الناس ديل يعني كأنهم قرقروا جبال جنوب أفريقيا دي كأنها قرقرة من تحت. يعني كأنه في يوم من الأيام خاف إنها تهبط عليهم. ما خلوا لا ألماز لا خلوا حديد. جنوب أفريقيا أكبر منتج للفحم الحجري، أكبر منتج للحديد، أكبر منتج للألماز. فدي الألماز طبعاً الحجارة الكريمة في حجارة بحرية معروفة اللي هو اللؤلؤ والمرجان وده مشهورين به ناس الخليج والناس المطلين على البحار. وطبعاً تاريخياً أو في العصر الحديث معروفة أكبر لآلي هي عبارة عن 7 لآلي ضخمة جداً هداها الشيخ عيسى الخليفة للملكة إليزابيث. 7 لآلي أصلية يعني ضخمة. صحيح. الملكة إليزابيث ماتت قبل فترة دي فقامت صنعت منها غرطين وخمسة عملت بهم عقد. حتى عند وفاتها تبرعوا تكلموا بالكلام ده. صحيح. قالوا دي هداهم من يعني من أعز الكنز المجوهرات بتاعت الملكة إليزابيث كان عبارة عن 7 لآلي جابوا الشيخ عيسى عملت منهم غرطين والباقي عملتهم عقد. قالوا ده يظل الببليك يوتيليتيز يعني من الممالك الممتلكات العامه البريطانيه يعني ما شالوا اولاد الاهل قاعدوا. قصر الملكه باعتباره انه كان الامبراطوريه المعروفه يعني فكان القصر الملك ده مرصع بالذهب وبالياقوت وبالزمرد والاطارات الصور كلها مصنوعه من الذهب. ده ما يخص المرجان واللؤلؤ. الالماز طبعا اقواها الماس اللي هو كان يتوجد في جنوب افريقيا وممكن يتوجد في السودان بكميات كبيره. الماس اللي هو الجزء يعني الصافي من الفحم او المواد العضويه بيطلع على الماس. عندنا جواهر كثيره مجدعه في الشارع يعني الاشياء اللي امامكم دي انا ما دخلت في ولا عملت في كنز ولا دخلت في باطن من سطح الارض يعني جرفتها الامطار. خلينا نتعرف عليها مباشره. ايوه فانا داير اقول حاجه انه في اقتصاديا حجاره صناعه الحجاره او مقالع الحجاره قبل ما نتطرق لدي انه خزان سنار بني من الحجاره العاديه بني الحجاره دي قطعت من جبال مويه وجبل وخزان هنا جبل اولياء بنوا من الحجاره. كل كباري السكه حديد جسور السكه حديد بنت الهندسه المدنيه من الحجاره المقطوعه قطع. يعني كانت في مهنه مشهوره جدا اسمها المحجرين الناس اللي بيقطعوا الحجاره ويبنوا بها. اشكال مميزه للعماره أشكال يعني العالم كله مبني بالحجاره. صح. مثلا اليمن وسوريا والشام مبني بالحجاره. انا مشيت اليمن وقفت على حضارات اليمن شيبام وحضرموت عمارتهم 7 طمان. صح يعني شيء خرافي. ده ممكن كان يكون في السودان بعدين مهنه سهله وبسيطه دار لها شويه اجهزه وادوات والناس يشتغلوا فيها. هنا هجرت المهنه للاسف هجرت المهنه بتاعت الحجاره والمحجرين والناس اللي بيشتغلوا في الحجر. بدل ما تتطور تمشي لقدام تناضحنا يعني التناضح العكسي للتاريخ. بدل ما نمشي لقدام بقينا نمشي لورا. لا للاسف يعني الاشغال كانت عندهم بنايين بنوا الجزيره بورت كلها من الحجر هسه ما في حقيقه. خلينا نتعرف على الاحجار مباشره. نتعرف على الحجاره يعني. طيب اكثر الحجاره موجوده عندنا هو الكريستال اللي هو شبيه جدا بالالماز والزمرد والياقوت. اشر لهم عشان هو وائل يكون معاك في الكاميرا لكل واحد. ده الكريستال وده الزمرد وده الياقوت. طبعا ده حجر مشهور عندنا في السودان اللي هو بيعملوا منه الختم وبيعملوه مربوط بالمناسبات الاجتماعيه. ده اهم برضه من الحجاره الكريمه. عندنا ميناء كامله في السودان اسمها عقيق. ما سموه عقيق الا لوجود هذا الحجر في جبال البحر الاحمر. ومنه العقيق الاحمر والعقيق اليماني والعقيق الاخضر والعقيق العسلي والعقيق المخطط. يا جماعه الكلام ده انا كله جبت الحجر وبفتح النت بقول البريشس ستون وبقارن هو نفسه. يعني انا ما عندي لسه اجهزه بفحص لكن شوف العين وصادق فيه. يعني لما مشيت وديته للجوهرجيه في مدربان قال لي هو لو عاوز حجارك ده كله هي مقارنه بمرجعيات مرجعيات ده. ايوه مرجعيات في النت وفي الحجاره الكريمه والموسوعه البريطانيه. انا رجعت للبريتش انسايكلوبيديا على الحجاره الكريمه فيها الكلام ده كله. جميل. طيب عندنا الزمرجد وعندنا حجر اسمه حجر القمر.
وعندنا أشهر حجر اللي اسمه فيروز، يعني الإنسان يقول له خاتم بفيروزة. صح. الفيروز من أجمل الحجارة، فمحبوب جدا لأنه فيه تشكيلات واضحة. وثاني عندنا حجر بيشبه اللي اسمه حجر الدم، برضو لأنه حجر دم. الكلام ده كله خام ومعالجته بسيطة جدا، يعني آلة بتاعت جلط تنظفه ويقطع ويصمم. لكن يعني تكون هذه الصناعات مهملة، لأنه زي ما ذكرت نحن ما بنحتفي بتاريخنا، عندنا انبتات عن الحضارة وعن تاريخنا، فمهم إنه الناس تنتبه للأشياء. طبعا مرض اجتماعي، ده مرض اجتماعي لزول لما ما تعجبه حاجاته وتعجبه حاجة الناس التانيين. علماء المجتمع والما الناس يسموها هوم سيكنس للأسف، يعني الناس ما بتعجبهم حاجاتهم تعجبهم حاجة الناس التانيين. ونحن دي نحن والله نتمنى إنه سنة 23 تكون عام الجيولوجيا وعام يعني التنجيم عن الحجاره الكريمه وعن الفحم الحجري وعن الحجاره الكريمه وعام المعرفه بالتاريخ وبالموروث والاستفاده من الجبال بكل اشكالها. دي حاجه. انا ضار اضيف حاجه بسيطه، انا بقول الحجاره الكريمه كل ما كان لها ارتباط روحي او ارتباط ديني قيمتها بتكون كبيره. صح. فمثلا في الهند وفي اليابان وفي تايلاند اللي هم البوذية، فرغم المعابد الكبيرة اللي عندهم في المجتمعات عندهم معابد صغيرة في بيوتهم، عشان تستجيب لهم المعبودات دي لازم يرصعوها بالذهب وبيجيبوا لها اللؤلؤ الحقيقي. فتكون شفتوها في الأفلام الهندية وفي كده، في ركن يكون عندهم مجسم كده لشكل بشر أو كده مرصع باللؤلؤ الحقيقي. اليابان كذلك نفس الحكاية، لو تتذكر بيرل هاربر والدولة الوحيدة اللي حاولت تضرب صناعة اللؤلؤ الطبيعي هي اليابان، لأنها بنت مزارع عشان تعمل لؤلؤ صناعي، يعني يجيبوا لؤلؤ ويزرعوها في الصدفة في مزارع في اليابان. اليابان بيعملوا اللؤلؤ الحقيقي لمعبوداتهم. صح. وهي دراسات ظهرت حديثا في الحديث عن ارتباط هذه الأحجار بعلم الطاقة وغيرها. أيوة الطاقة والحيوية دي كلها لها دور. فأنا داري أقول شيء بسيط، يعني عندنا هنا الياقوت والسوميت مربوط عندنا بأفراحنا، وبعدين عندنا حاجة بسيطة بنسميها الودع ببساطة كده، يعني شكلها كده الودع. الودع ده حاجة خطيرة جدا، اللي هي طبعا على مستوى العالم عندهم بيع اعتقاد قوي جدا بيسموه الخرز. الهنود الحمر عندهم فيه كلام قوي جدا وروحانياتهم، وبيربطوا 11 أو 9 دي بعدد الأجرام الصناعية الطبيعية الأجرام الفضائية، فبيفتكروا إنهم بيتقيهم من الشرور ومن الأشياء. طبعاً ثقافات جاية من موروثات مجتمعية تحتمل الخطأ والصواب، لكن نحن بس عايزين نتحدث عن إنه امتداد الأحجار دي في موروثنا نحن، والممكن يصنع منه والممكن يستفاد منه مستقبلاً. قريب جداً وسهل جداً. أول حاجة الماكينة بتاع قطع الحجارة عشان يستفيدوا فيها من الباني ماكينة بسيطة جداً، وحتى الصناعية في السودان هنا ممكن يصنعوها زي ما صنعوا مكانة البلوك لما شافوها بعينهم، الصناعية هنا عملوها. المكنة بتاعت البلوك مكنة بسيطة جداً يا جماعة، عندها مناشير أمامية وخلفية وبتقطع بها الجبل، عندها عجلات بتتحرك في الجبل. المرحلة الأولى حاجة اسمها فتح الجبل، فتح الجبل ده يقصد شنو؟ القشرة الخارجية للجبل. فبيجيبوا بارود أو ديناميت بفجروا الجزء الأول ده، وبعد ذلك بيعتل بيفتحوا الجزء الداخلي من الجبل، بيكون سهل جدا يعني قطعه سهل جدا. وفي وديان قريب حدود مصر بين مصر والسودان على مدى البصر موجود فيها الرخام، الرخام الأبيض الشفاف والرخام المخطط أبيض وسط جاهز بطول متر ومتر ونص مرمية على الأرض، بس عاوز حد يمشي يعمل لها بولشنج شوية كده ينظفها ويساويها وسلعة جاهزة. برضو يعني نحن نتكلم عن تفجير الجبال أو نحتها وغيره، برضو بتجي موازنة الحفاظ على الأشياء التاريخية والاستفادة منها، فكيف يمكن أن نتحسن الموازنة؟ الجبال كثيرة مبدأ الكلام ده ما بيأثر فيها، يعني الجبال اللي يعملوا فيها الشغل هي الصخور المتحولة والصخور الجيرية والصخور الرملية، هي دي اللي بيبنوا فيها لأن دي كسيرة صعب. لكن دي يعني أنا لما شفت اليمن جبال اليمن دي كلها اليمن مبنية بالحجارة، تحت الجبل الناس تحت الجبل دي دنيا من الناس. صح. وعسكرات بيقطعوا في الحجر والبيوت مصنوعه في الجبال كلها من الحجاره، يعني مصنوعه من الحجاره وبيوت قديمه جدا لها 300 سنه ولا 400 سنه. يعني انا بقول انه في السودان يعني احنا ما بعيدين في العشرينات، يعني خزان سنار كله بنوه بالحجر، وخزان جبل اولياء بنوه بالحجر، والجزيره برضه بنوه بالحجر، مشروع الجزيره بنوه بالحجر، السكه حديد على طول السودان وعرضه مبنيه بالحجاره. يعني خلينا نتكلم عن ارتباط الهندسه والعماره بالتاريخ،
يعني المهندسين عموما قد يستغل العلوم من جوانب أخرى، وزي ما ذكرت قد تكون ثقافات أخرى، ولكن أهمية ارتباط الهندسة والعمارة بالثقافة وبالتاريخ. نحن لازم نوطن الصناعة دي. يعني هسه الليلة الناس اللي بدون هذه، الشعب السوداني كله شاف، الشعب السوداني كله بشوف يفتشوا عن الذهب مثلا، قاعدين الاهلي عن الذهب، يعني ما لقوا زول وجههم، قالوا الذهب ده ممكن تشتغل سنه ما تلقى حاجه. لكن يا اخي شيل الماكيناتك دي وامشي الجبل اقطع، اذا قطعت 100 حجره 200 حجره بالمواصفات 20 سم 40 سم 30 سم، بتكون عندك حاجه مضمونه، يعني رزق مضمون ما رزق مجهول. وده ممكن تتبناه الوزارات، ونحن معابئين العام ده على وزاره الطاقه والتعدين، ولقيت شباب منهم والله، واعطيتهم حجاره قلت لهم امشوا ادرسوا لي، لانه هم كانوا شباب جايين من مصر. الشغله بقت بسيطه وما زي الاول، يعني الكروم كمعدن السودان بدا يشتغل في سنه 60، لكن لانه ما اشتغل نجا الدين كده وعشان يجيبوه من النيل الازرق وقالوا في دول نافسوك، طيب لو نافسوك نخلي لهم السوق يعني ونشتغل بقدر طاقتنا. ثاني المايكا بدوا يشتغلوا في المايكا، ما لكم يا جماعه خليتوا المايكا ووقفتوا ثاني وما مشاها بيشتغل، قالوا والله في منافسه في الهند، قالوا الهند تنافس نحن تنافس، ان شاء الله الهند تنافس ب 80% نحن تنافس ب 20%، المهم اسم السودان يدخل كمنتج لحجاره كمنتج لكروم. بعد شوي انا متاكد باطن الارض بنلقى فيها حاجه تكفينا وتكفي الايام القادمه، يا لقينا فحم حجري، يا لقينا معادن ثمينه، يا لقينا بترول. السودان يعني زاخر باشياء مختلفه على اطار المعادن واحجار والذهب وغيرها من الجوانب، يحتاج انه الشكل المرشد للحديث عن البحث عن هذه المعادن والبحث عن الجواهر المختلفة والأحجار. وبنحتاج جانب آخر، يعني كثير من الشباب اللي أنت بتتحدث عنهم في إنهم هم إذا تحدثنا عن جوانب الأحجار دي قد ما يكون في دراية يعني العائد من صناعة الأحجار، فبرضو ده دور ثقافي مهم، مهم إنه تجتهد فيه الجوانب للإنتاج. أيوة والباحثين. أيوة كمان أيوة إنه الحاجة دي ذات قيمة وذات قيمة صح. عالية جدا، وممكن تجيب لك ثروة مهولة يعني ما سهلة، وهذه حجاره الارض، يعني حجاره الارض دي الجرعات التثقيفيه هي المفروض طبعا. نحن الموضوع ده لازم يتبنوه وسائل الاعلام وتوجيه للشباب، وانا بقول دائما للاسف يعني شغل الحجاره ده بقوته كلها هي مهجوره في السودان تماما، والجبال نحن زي ما قلت لكم الاول بنخاف منها بنعتبرها مسكون، دي كلها دي خرافات لازم ننظف عقل الناس هي، بس للاسف كمان يعني موروثنا الشعبي احيانا بيكون هو واقف عائق لكثير من الطرق للانتاج. فمهم احنا في الجانب ده دائما عندما نتحدث عن حضارتنا وعن تاريخنا كثير من المعلومات المغلوطه يعني اللي هي داخله لكتبنا التاريخيه او حتى المحتوى الرقمي عنوه عن قصد او غير قصد يعني. فمهم انه برضه نتكلم في الجانب ده، فانه لابد ان نبحث عن المعلومات الحقيقيه. أيوة عن التاريخ ندقق. ايوه المعلومه بقت متاحه، المعلومه بقت متاحه، يعني الحجر ده والحجر ده الاثنين ديل مرات بنسمع انه والله في جرم سماوي وقع في حته محدده ومشوا ناس الاعلام صوروا وخلاص ينتهي الموضوع على كده. يعني المفروض ناس يجروا ده، انا ذكر في ليبيا في تونس في الجزائر الناس بيفتشوا الحجر ده وشايلين مكانيسهم ويفتشوا في الصحراء، ده بيقولوا حجاره السماء سكاي ستونز. فده بنشوف الحجر معانا على ممكن نشوفه في الكاميرا، هو ده واحد من الاحجار دي الحجاره لا 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 الاجرام السماويه شوف النيازك اللي هو في الشمال ده والاثنين الاثنين هي دي بتجي من الشهب النيازك تضغط من السماء، يعني الشهب النيازك لما تجي عباره عن شعله ملتهبه في الاخر، يعني الجرم ده بيجي على ارتفاعات شاهقه جدا مئات الكيلومترات الاف الكيلومترات، وهو بيكون حجر كبير وبيحترق، يحترق لما يصل القشره الارضيه يصلنا باشكال وحدات تصل كبيره، لكن مستدير لانه هو جاري ومع الجاذبيه وداير يعني التجويه وشكله ده من السرعه والحريق اللي بيحصل فيه. دي ناس بيهتموا بها جدا والجامعات ومراكز البحوث عشان يقروا طبائع طبيعه الجوانب البحثيه لجيولوجيا القمر، معظم البتاع دي بتجي من عطارد. جينا من الان عطارد كواكب اخرى يعني كواكب العطارد دائما بتقع فيه شوب النيازك بتضربه. يعني العلماء بيقولوا كانه عطارد كانه السماء في حرب مع الارض دائما تصبط عليه وتصبط عليه بكميه كبيره يعني. فهي طريق للبحث عن الكواكب الاخرى. أيوة بقيه الاحجار كل الاشياء. انا بتمنى والله من الشباب وانه ليه ما نضيف شغل الحجاره او المحاجر للتدريب المهني ولكليات الهندسه الميكانيكيه، زي ما اضفنا في السنه الاخيره دي اضفنا البلاستيك واضفنا صناعه الجلود، نضيف صناعه الحجاره. انا شاكر بضيف لي يعني بشير لي بثلاثه دقائق، خلينا نتكلم عن باقي الاحجار سريعا. طيب
ده قلنا برضو من الحجر الكلسي وده من الحجر الأبيض. والحجار اللي بيشتغلوا فيها هنا في حتى في مدروان فيه اللي هو الفيروز وده اللي بيحبوه السودانيين والياقوت. على فكره المصريين حجارنا ده منتظرين نجيبه لهم ولا ما بنجيب لكم ده ثروتنا ما بنديكم لها رخيصه يعني. والصينيين جو اخذوها. فنتمنى من القائمين على الامر ونتمنى من وزاره الطاقه والتعدين وانا ان شاء الله همشي لهم بزياره اصحابي ويتكونوا شباب وحتى لو متطوعين ودارسين للجيولوجيا ومكون هندسي عشان يصمموا لنا مكانات قطع الجبال ومكانات للتعدين ويكون تعدين يعني الدوله تاكل عليه ويعني شويه رأفة عليه وعشان البلد تمشي خطوه لقدام يعني عشان ما يكون مصدر للانتاج. ان شاء الله يكون مصدر يعني معاك يعني. والحجر الفحم الحجري بيقول الشباب ما تنسوا هو عنصر مهم. الان المانيا اليوم يعني بتحول في قريه كامله مكانه لانه بالجي بي اس اكتشفوا انه تحتها فحم حجري ما في طريقه. الناس دي لازم هو لازم يعني لازم نجيد شويه والشغل ما كله مكتبي يا جماعه. الشغل لازم نتعب شويه في الحياه دي. لازم نمشي الجبال ونعطش والشمس تضربنا ولازم نمشي الوديان ولازم نمشي الصحارى ونفتش بلدنا. دايما نكون يا شباب انا معاكم نمشي جبل ميدوب نمشي جبل الرجاف نمشي جبال برصلان نفتش جبال البحر الاحمر دي نمشي جبال النوبه 99 فيها خيرات ما تتخيلوها فيها خيرات وفيها ويكون علم ليكم يثرينا ويثريكم والاجيال الجايه تعرف حاجه عن الجبل يعني الجبل حاجه ونعمل صداقه معاه ونعمل ود مع الجبال ما النظره الاولى ديك. وان شاء الله نتمنى انه يجونا ناس واشتغلوا معنا في شغلنا ده. احنا بنشكر همك الواضح يعني واهتمامك بكل الموروث السوداني وبكل الجوانب المختلفه للمنتج السوداني الممكن يكون داخل باطن الارض والسعي لاخراجه. شكرا لك جزيلا استاذ جمال احمد محمد الباحث في التراث والموروث السوداني. ويتواصل معكم مشاهدينا هذا النبض الصباحي على زوايا مختلفة احتفاء بهذه الأرض واحتفاء بإنسانها بعد الفاصل.